السلام عليكم ومرحبا بكم في صفحتكم وقناتكم قناة أثاث الثقة. خاوتنا هذا السمانة كما شفتوا كل يوم أريفا جديدة لي صالون. اليوم ثاني جبنا لكم موديل بزاف شباب. خاوتنا اليوم جبنا لكم لو صالون ارك بلس. خاوتنا هذا لو صالون روعة بزاف، وهذا لو صالون أصلي. خاوتنا كاين المقلد، اليوم جبنا لكم الأصلي خاوتنا اللي تلقاوه فقط عند محل أثاث الثقة. ضربوا عليه لمحة ودوك نشرحوه لكم. لو صالون ارك بلس خاوتنا كيما راكم تشوفوا فيه 7 بلاص، فيه دو فوتا تاع اون بلاص، اون بونكا تاع 3 بلاص، و اون بونكا تاع 2 بلاص. خاوتنا هذا لو صالون لي بزاف شباب خاوتنا كيما راكم تشوفوا لي تيسو تاعو لي راهو بالانطيطاش، تيسو بزاف شباب خاوتنا، وفيه الالوان كيما تحبوا خاوتنا. القادة تاعو راهي بدي 30، وان جيتي هدية من محل اثاث الثقة. خاوتنا الظهر تاعو كيما راكم تشوفوا فيه تصميم بزاف هايل، وفيه دي بوطون كيما راكم تلاحظوا خاوتنا. لي زاكودوار تاعو كيما راكم تشوفوا خارجين، معناتها كي يريح واحد راح يرتاح فيه خاوت. لاكاركاس تاعو راهي بالبواروج، ولي بي تاعو اللي راهم في النوفو موديل، موديل تورني كيما راكم تشوفوا، اللي مخدومين كامل بالاتر خاوتنا. لا بونكيت تاع 3 بلاص تاعو خاوتنا بزاف شابه كيما راكم تشوفوا. لي تيسو تاعو ثاني بالانطيطاج خاوتنا، وراح تلقاو ان ديزاين في القاعده تاعو كيما راكم تشوفوا. ولا فينيسيون ما شاء الله. القاعده تاعو راهي بدي 30، وظهر تاعو فيه لو ميم ديزاين كيما لو فوتاي تاع اون بلاص كيما راكم تشوفوا بلي بوطون، وحاجه بزاف 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 شاب. لاكودوار تاعو لي بزاف شباب خاوتنا كيما راكم تشوفوا فيه هان ديزاين، لي جزء منه راهو من خشب بزان كيما راكم تلاحظوا خاوتنا، كامل اون بواط، وفيه هذا الجزء اللي راهو كابيتوني كيما راكم تشوفوا ثاني خاوتنا. الظهر تاعو راح تلقاو فيه هان ديزاين لي حيكون متكامل مع لو ديزاين تاع الظهر تاعنا كيما راكم تشوفوا خاوتنا. لي بي تاعو لي راهم بالاتر ستيل تورني كيما راكم تشوفوا، هذا لو نوفو موديل تاع لي بي خاوتنا مخدوم بالاتر، والسوق تاعو كامل مخدوم بالاتر خاوتنا كيما راكم تشوفوا. وهذا ثلاث لي جوتي خاوتنا هديه من محل اثاث الثقه ثاني خاوتنا. عاودوا نذكركم خاوتنا لي تيسو تاعو راهو مخدوم بالانطيطاش، القاده تاعو دي 30، لي بي تاعو ولاكودوار راهو مخدومين بالاتر، ولا كاركاس راهي بالبواروج. وكيما راكم تشوفوا خاوتنا هذا الصالون واسع بزاف، كيما لا بونكا تاع 3 بلاص يقدروا يقعدوا فيها 4 عباد ونورمال. روحوا نشوفوا دو بلاص تاعو خاوتنا، دو بلاص تاعو كذا ومثله كيما لو 3 بلاص تاعو خاوتنا. راح تلقاو هذا لو ديزاين في لاكودوار خاوتنا اللي جزء منه مخدوم بخشب بزان، والاخر كابيتوني. في الظهر تاعو راح تلقاو هذا لو ديزاين اللي حيكون متكامل مع الظهر كيما راكم تشوفوا خاوتنا، ديزاين اللي بزاف شباب. تيسو تاعو بلونطيطاش وحاجه بزاف شابه خاوتنا، ولا فينيسيون كيما راكم تشوفوا خاوتنا. القاده تاعو بدي 30، لي بي تاعو اللي راح يكونوا كيف كيف ستيل تورني، والسوق تاعو كامل بالبواطر خاوتنا. خاوتنا لو صالون ارك بلس هذا في حاجه بزاف سبيسيال على لي صالون الاخرين، هذا لو صالون في حاجه بزاف شابه اللي حبيت نوريها لكم في لافين خاوتنا. دوك يتفضل الاخ هيثم ويوريها لنا. السلام عليكم. وري لهم الاخ هيثم حاجه بزاف شابه خاوتنا في لو صالون هذا اللي هو صالون كوفري. كما راكم تشوفوا خاوتنا لو صالون هذا يتفتح ويولي كوفري من تحته كما راكم تشوفوا، حاجه بزاف شابه كما راكم تشوفوا خاوتنا، وما من الداخل يرفد مليح خاوتنا الداخل، حاجه بزاف شابه خاوتنا. ولا بونكيت تاع دو بلاص خاوتنا ثاني راهو كليك لاك وثاني كوفري خاوتنا. وري لهم الاخ هيثم، تقدروا كيما راكم تشوفوا من تحت خاوتنا كوفري كيما لا بونكيت تاع 3 بلاص، حاجه بزاف شابه، وكليك لاك خاوتنا معناتها تقدروا ترقدوه كيما راكم تشوفوا خاوتنا، حاجه بزاف بزاف شابه خاوتنا كيما راكم تشوفوا. الصالون هذا كليك لاك ثاني، لا بونكيت تاع دو بلاص تاعو كليك لاك. ان شاء الله يكون عجبكم لو صالون ارك بلس خاوتنا، هذا اللي السعر تاعو راهو ب 16 مليون و800 خاوتنا. باش نعاود نذكركم هذا لو صالون
ارك بلس الاصلي خاوتنا، كاين المقلد وهذا لا وعدنا احنا في محل اثاث ثقه الاصلي خاوتنا. كما قلت لكم 16 مليون و800 مع النقل ل 58 ولايه. اذا عجبكم لو صالون تقدروا تطلبوه، ولا للمزيد من الاستفسار تقدروا تتصلوا بالارقام اللي راهم اسفل الشاشه خاوتنا. ما تنساوش خاوتنا ديرونا جام، تبارطاجيو لا فيديو اذا عجبتكم، وتدخلونا في لي كومونتير رايكم في هذا لو صالون. ان شاء الله يكون عجبكم كما عجبنا، وانتظرونا بالمزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم.